للمرة الخامسة على التوالي يبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاما رغم ضغوط الديون على ميزانية واشنطن. في ثاني اجتماعات البنك خلال 2024 أبقت لجنة السياسات النقدية على الفائدة عند 25% و5.5%. البنك المركزي في الاقتصاد الأكبر بالعالم أكد أنه لن يتجه لخفض الفائدة قبل التأكد من أن التضخم يتجه إلى هدفه عند 2%، ورجح خفض معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس بنهاية 2024. التضخم عدو مراوغ، فالمباراة بين المركزي الأمريكي والتضخم لم تنتهي بعد، وإن سجل الفيدرالي أهدافاً في مرمى التضخم، ورغم تأكيد المصرف أن سياسات تشديد الفائدة تؤتي ثمارها، إلا أن التضخم الأمريكي عاد للصعود خلال فبراير الماضي في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة. الفائدة المرتفعة زادت أعباء الموازنة الفيدرالية، حيث رفعت تكلفة الديون في أكبر اقتصاد بالعالم. واشنطن أعلنت أن إجمالي الدين العام وصل إلى 34 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، ورغم تأكيد الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي يظهر علامات قوة، إلا أنه قال إن الآفاق الاقتصادية ما تزال غير مؤكدة.